قلب المحن بيجي النور، ودايما في شباك امل جوه العتمه ما بيشوفوش غير اللي عايز يشوفه، اللي بيحاول وبيقاوم وما بيستسلمش. مفيش حاجه اسمها شر، لكن في حاجه اسمها ازمه وهتعدي. موضوعنا النهارده موضوع يهم كل راجل. في مثل مصري بيقول اختارها بنت اصول شبعانه. يعني ايه بنت اصول ويعني ايه شبعانه؟ تعالوا نشوف راي الناس في الشارع عامل ازاي. يلا بينا. لما بنقول اختارها بنت اصول، يعني ايه بنت الاصول؟ بنت الاصول بيكون عيله، ويعني يكون مستواهم برضو متقارب الى حد ما مع الواحد، ويكون اجتماعيا وعقليا المستوى العقلي برضو يكون متقارب كده. يعني يعني بنت الاصول اختصرناها في ايه؟ رقم واحد اختصرناها في ان هي تكون يعني العيله مستواها يعني متقارب لينا، واجتماعيا وعقليا يكون. طيب ما في ولاد عيله من اصول ومن بيت على قد حاله؟ اكيد طبعا، بس هو الفكره في ان الواحد برضو يعني بنت الاصول بالنسبه له بيختارها اللي هي تكون مناسبه ليه من الناحيه العقليه والاجتماعيه، عشان يكون في توافق وفي استمراريه في الحياه الزوجيه وكده. يعني الواحد لما بيجي يتجوز يقول لك اختارها بنت اصول شبعانه. شبعانه دي شبعانه اكل وشرب؟ لا، شبعانه تبقى شبعانه من جواها، يعني مش اكل وشرب، تبقى بنت اصول شبعانه من. يعني ايه بنت اصول؟ يعني متربيه كويس، عايشه معايا على الحلوه والمره، بتستحملني في اي حاجه. دي كل ده الحمد لله، ربنا رزقني بزوجها نفس المواصفات دي. لما ابنك يكبر كده وربنا يديك الصحه وتيجي تجوزه، هتقول له اختارها بنت اصول، من وجهه نظرك في الوقت ده بنت الاصول عامله ازاي؟ تكون اهم حاجه تربيتها كويسه، التربيه عارفه دينها كويس، اهم حاجه التربيه، شبعانه من جواها. ولا فلوس وبنت ناس يعني اكابر؟ لا لا، هو الموضوع مش موضوع فلوس، عشان الناس بتبقى فاهمه موضوع ان ابن الناس ده اللي هو معاه فلوس شيك لابس حلو. ايوه لا لا، اللي ابن الناس دوت اللي هو متربي كويس، اهله مربينه كويس، تربيه كويس. يعني مش بالشكل ولا باللبس، لابس ماركات معينه، مش لا بالعربيه الموديل الفلاني؟ لا لا طبعا لا لا. يعني ايه بنت اصول ويعني ايه شبعانه؟ شبعانه اكل وشرب؟ لا طبعا، اهم حاجه الادب والاحترام، وانها تكون بنت ناس وتصونك وتعيش معاك على الحلوه المره، والمره قبل الحلوه كمان. مظبوط. انا الحمد لله متجوز ومعايا مراتي، بسم الله ما شاء الله، شايلاني من اساس الراسي. تعمل ايه يعني؟ احكي لنا يعني ايه بنت اصول علشان الناس تعرف. يقول لك بنت الاصول مثلا بتلبس كويس قوي، شيك، معاها عربيه، اهلها ناس اكابر ومعاهم فلوس كويسه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: خذوهم فقراء يغنيكم الله. عليه الصلاه والسلام. طيب انا عامه الحمد لله معايا بنت الحلال اللي صينالي وكويسه ومؤدبه ومحترمه، واهم حاجه الام قبليها. الله، نقطه مهمه جدا موضوع الام ده. طبعا الام عشان هي اللي بتطلع اجيال، بتعرف تربي بنتها من صغرها لحد ما تكبر، يعني بتحاول تخليها حاجه كويسه. اختارها بنت اصول شبعانه ومتربيه صح. تمام. يعني ايه بنت اصول في وجهه نظرك؟ والله بنت اصول اللي ليها عيله مصريه اصيله، عارفه التقاليد وعارفه الاصول وعارفه الدين وعارفه تحترم الراجل وبتحترم وبتعيش عشان بيتها وولادها، وتقدر تستحمل شدة معاه وتعدي معاه الظروف الصعبة. الله، وتسنده. الله، هي دي الست الأصيلة. النهاردة بنتكلم عن الست الأصيلة. يعني إيه الست الأصيلة؟ لما تيجي تتجوز حد أو لما تيجي تتجوز يقول لك خدها بنت أصول شبعانة. يعني إيه بنت أصول ويعني إيه شبعانة؟ بنت أصول يعني أهلها ناس طيبين محترمين، ربوها على الأصول، ربوها كويس جداً. وشبعانه يعني عينيها مليانه، وهم طبعا الحمد لله ده الصفات دي كلها فيها. شبعانه قلت لي شبعانه ايه، اكل وشرب؟ لا ما بتاكلش ولا تشرب. هي شبعانه نفسيا، عين مليانه وكل حاجه تمام الحمد لله. طب عظيم الكلام. التواضع، الناس الحمد لله تحبها، انا الناس بيحبوا بيتي بسبب يعني كرم الحمد لله مراتي، استقبالها كويس للناس، اصدقائي كلهم يحبوا يجوا عندي عشان خاطر هم واهليهم، عشان خاطر عارفين ان لما بيجوا عندي نفس الاكل مختلف، التعامل مختلف. يا سلام يا سلام. ومطلعه اولادنا مريحين الحمد لله. فالحمد لله الحمد هي لله. الاصل. طبعا طبعا. طب يا مدام، بيقول لك بنت الناس لازم تكون شيك واهلها ناس معاهم فلوس كويسه وراكبه عربيه احدث موديل، الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا. لا طبعا. بنت الناس عامله ازاي؟ بنت ناس متربيه. بنت اصول. اهم حاجه متربيه. ولما نقول فلوس دي اخر حاجه،
في ناس ياما ناس فقرة بس نظيفة من بره ومن جوه. مظبوط.